السلام عليكم حبيبتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وتكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم جبت لكم هذا الفيديو، فيديو اللي بالمناسبه ديال الفصل الشتوي، فصل الشتاء، الحال بدا كيبرد. اذا كنكونوا كنفضلوا اننا نلبسوا شي حويجه اللي كتكون يعني شويه سخيخنه، وبطبيعه الحال كاينين السيدات ولا الانسات اللي كيبغيو جليبسها كيكونوا سخيخنين، التوب ديالهم يكون شويه سخيخن. هذا الفيديو فيه واحد المجموعه ديال الموديلات متنوعه ومختلفه، سواء بالنسبه للالوان سواء بالنسبه للموديل. اذا هنايا غادي تلقاو واحد التشكيله متنوعه، صدقوني لا من ناحيه ديال الثوب ولا من ناحيه ديال الالوان، واحد التناسق في الالوان لا مثيل له. كاينين السيدات اللي كيبغوها تكون جليبه غير بياسه واحده، يعني ماشي من قطعتين، فهنتوما غادي تلقاو داكشي اللي كتقلبوا عليه، ولكن كونوا اكيدين ان الثوب راه كيكون سخيخن، يعني غادي تلقاو داكشي اللي بغيتيو. وكاينين البعض منهم اللي كيفضلوا ان يعني الجلابه تكون من قطعتين، سواء اللي تكون داك القميص ديالها اللي كيكون لتحت، واحد الجلابه اللي كتكون من الفوق. راه كاين واحد التشكيله غزاله، حتى الالوان اللي جبت لكم الوان اللي طاغيه على هذا الوقت هذا، يعني على الفصل، والوان اللي غزاله، كل سيده ولا كل انسه غادي تلقى اللون اللي كتفضل واللي اللي كتعشق واللي هي غادي تجهها فيه داك الجديلبه. هانتوما راه واحد مختلف الاشكال والالوان، لا من ناحيه ديال الزواق لا من ناحيه ديال الخدمه، خدمه راقيه، خدمه همويه. انا متاكده انكم الى تفرجتوا حتى الاخر ديال الفيديو، فاكيد ان كل وحده مننا غادي تلقى الشكل اللي غادي تعشق واللي غادي تحب انها دير بحاله. اذا بقاو حتى الاخر ديال الفيديو، شاهدوا يعني شاهدوه، ما تنقصوا نهائيا حتى شي لقطه، لان كل موديل ما كيشبه الموديل الاخر. وعلى فكره راه كاين حتى بالنسبه للسيدات اللي كيفضلوا ان الجليبه تكون بحال دابا بحالها، بحال بنيتها ولا بحال بنت اختها ولا بحال اي بنيته صغيره كتكون عندها في العائله، كتفضل انها دير الجليبه ليها موديل ديالها وموديل ديال البنيته الصغيره، فراه غادي تلقاو واحد الشكيلات هنايا. اذا شاهدوا الفيديو حتى الاخر ديالو، والا عجبكم بطبيعه الحال خليوا لي تعليق، خليوا لي جيم، وما تنساوش البارطاج. ونتمنى ان اللي كيشاهد القناه ديالي لاول مره ما يبخلش عليا بابوني وتفعيل الجرس، باش دائما يوصلوا كل ما هو جديد. وشكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في اخر الفيديو.
هذه المرحله من الفيديو هي اللي وصلنا للموديلات اللي فيهم جليبات. انتم كتشاهدوا بقطعتين في هذاك القميص اللي كيكون حتى هو بالخدمه ديالو حتى هو. شوفوا هنايا بالنسبه للكول بالنسبه لذاك الطوق كيفاش داير، كتكون داك الخدمه كتبان من خلال الفتحه ديال الجلابه. غزالة غزالة غزالة، الألوان كتجي متناسقة، كيجي هماويين. أنا عشقت هاد الموديلات، بالنسبة لي عجبوني بزاف بزاف. شو الطريقة ديال الخدمة ديال القميص من التحت كيفاش دايرين، بالنسبة للكمام كيجيو مجموعين على شكل هكا شوي مزات، كيجيو مفخفخين. راه كيجي الموديل هايل، داك الدريس اللي كاين في الراس ديال سواء القميص ولا الجلابه. وبطبيعه الحال اللون ديال القميص الخدمه ديالو كتكون باللون ديال الجلابه. وبالنسبه للجلابه راه اكيد اننا كندخلوا داك اللون اللي كيكون مغاير بالنسبه للقميص. انتم شوفوا حتى هاد الجلابه هذه بالنسبه لشي خريجه اللي كتكون هكا ديال شي مناسبه ولا عراضه. كاينين السيدات اللي ما كيفضلوا انهم ولا كيكونوا كيفضلوا ان يلبسوا الجليبه في عوض داك القفيطنات وفي عوض التكيشطه. راه حتى هذا الشكل هذا اللي كيكون هكا ومخدوم بهذه الطريقه هذه راه كيصلح للعديد ديال المناسبات، وكيجي هماوي وكيجي نخوه بالنسبه للسيده ملي كتلبسوا. راه صدقوني ان اللباس ديالنا التقليدي راه لا يعلى عليه، دائما في القمه وديما الطوب. هذا الموديل ديال هاد الجليبه فيها القميص اللي هو سامبل فقط بداك الدرس اللي كاين في العنيق ونازل شي شويه نص الطوق ولون في لون. وبالنسبه للجلابه انتم حتى هي كتشاهدوها حتى هي راه لون في لون. الجلابه هكا فيها داك الرنده اللي كنقولوا دابا حنايا على شكل الزربيه، كتجي غزاله حتى هي، حتى هي كتجي هماويه. دابا هاد اللون هكا اللي ديال هاد الجليبه حيت مخدوم لون في لون فاكيد حتى كيكون الكاميرا ما عطياش حقه بزاف، ولكن مباشره راه غزال. هذا لون عاوتاني واحد اخر، شكيل اخر، يعني الالوان كتبقى مختلفه. وبالنسبه لكل سيده غادي تلقى اللون اللي هي كتفضل ولا اللي كتعشق، يكفي انها يعجبها الموديل ويعجبها الشكل. اذا نتمنى ان الفيديو يكون راقكم ويكون عجبكم، ما تبخلوش عليا بالتفاعل ديالكم، وشكرا لكم والى فيديو مقبل ان شاء الله.